طبعا يعني مش احنا بس اللي بنتفرج، سواء بقى نجوم الكرة او المحللين، طبعا نجوم الفن الفنان الجميل يوسف الشريف، وبيتكلم على تويتر ان بيتكلم على التحكيم بقى المصري، بيقول ان هو مخجل. وطبعا من خلال رؤيته، طبعا يوسف لاعب مميز جدا وكان واهلاوي، وهو كان لاعب في الاهلي وهو صغير، فبالتالي متابعته للنادي الاهلي للمباراة اكيد من خلال رؤيته النهارده واضح جدا المشاكل التحكيميه اللي كانت في مباراه اليوم. لكن هو ده يعني وضع او زي ما بيقولوا كره القدم باستمرار، لكن نحب طبعا انها تبقى الفتره الجايه ما تبقاش موجوده خالص هذه المشاكل.